السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم مشاهدينا الكرام. هذه نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. بتوجيه من سمو ولي العهد، سمو وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاغون و6 آلاف جرام من الشبو بمنفذي البطحاء والحديدة. اعتبارا من اليوم، إلزام المستشارين والمحللين بالقطاع العقاري بالحصول على ترخيص وتحذير من المساس باستقرار السوق العقارية. وتشاهدون أيضا في النشرة، أهلا بكم. بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، التقى دولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء لدولته تحيات قيادة المملكة، فيما حمله دولته تحياته لقيادة المملكة. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في العاصمة العمانية مسقط مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، استعرض فرص التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. كما بحث الوزيران آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث وزير الاقتصاد والتخطيط مع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد الصقري تطورات الاقتصادية في المنطقة وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نظمت جامعة القاهرة محاضرة تحت عنوان مستجدات الفكر بين الشرق والغرب، ألقاها رئيس رابطة الجامعات الإسلامية أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بحضور نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية وعدد من طلاب الجامعة. مستجدات الفكر بين الشرق والغرب عنوان محاضرة لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية وأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى. المحاضرة التي أقامتها جامعة القاهرة بحضور مفتي مصر ورئيس الجامعة ونخبة من الشخصيات الدينية والفكرية ورؤساء الجامعات، تركزت المحاضرة على تاريخ وأسباب الصراعات الفكرية، خاصة ما يتعلق بجدلية الحريات والنظرة إلى الدين والتحولات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المستجدات الفكرية بين الشرق والغرب. العيسى وخلال المحاضرة أكد على حق الآخر في العيش بكرامة وعدم المساس بالهويات الدينية والوطنية. عندما نتحدث عن مستجدات الفكر بأن الفكر الإنسانية مستمر، وما دام ذلكم الفكر حيا يقظا يتفاعل كما يقال مع الطارف والتالد، فإنه في كل يوم سيكون أمام معلومة جديدة. المحاضرة دعت إلى تعزيز التيار الوسطي ورفض صراع الحضارات والتأكيد على الحوار الجادي والفعال. نحن نقدر الجميع، لكن لا تقديس إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من الجميع، ولكن القدسية والعصمة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ختام المحاضرة أهدت جامعة القاهرة درعها الذهبي للدكتور العيسى تكريماً وتقديراً لمسيرته. التأكيد على رفض الصدام الفكري وأهمية الحوار مع الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية أهم ما تناولته هذه المحاضرة. أسامة عبد المقصود، الإخبارية، القاهرة. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة والبطحة محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاغون وأكثر من 6000 جرام من مادة الشبو مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات، والمحاولة الثانية داخل طفاية حريق في إحدى الشاحنات قدمت إلى المملكة عبر المنفذين.
كما تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة وعددهم 3 أشخاص، وذلك بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. فعلا أرباب التهريب يغيرون بأساليبهم ومحاولاتهم، مثل ما ذكرت خلال هذه المحاولتين، سواء من خلال تخبئتها في أجزاء الشاحنة أو من خلال طريقة جديدة في طفاية الحريق، وحالات سابقة من خلال مواد غذائية، من خلال أقمشة، ولكن ولله الحمد جميع منافذنا الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية على جاهزية تامة، استعداد كامل، لدينا التقنيات الأمنية الحديثة، لدينا أيضا وسائل حية مدربة، كوادرنا البشرية ولله الحمد ذات خبرة كبيرة وواسعة، ولديها الحس والحدس العالي في كشف هذه المحاولات مهما تعددت طرقهم وأساليبهم. أيضا تعاوننا الدائم والمستمر مع شركائنا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، نؤكد فيها دائما أن لدينا استراتيجية، هذه استراتيجية تقوم على تعزيز الأمن وحماية مجتمعنا والتصدي لأرباب محاولات التهريب مهما تعددت الطرق وأشكال تهريبهم. ألزمت اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية أن ما يقدم التحليلات العقارية عبر وسائل التواصل أو الوسائل الإعلامية ألزمتهم الحصول على ترخيص، وذلك اعتبارا من اليوم. وبحسب صحيفة أم القرى، فقد تضمنت اللائحة محظورات المرخص لهم في تقديم الاستشارات والتحليلات، التي من أبرزها إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به. كما حظرت اللائحة ممارسة التحليلات العقارية عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية اعتبارا من اليوم. قدمت وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج الخارج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، حيث هدفت المبادرة إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل. تقيم وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الفنون البصرية غدا معرضا استثنائيا تحت عنوان معرض موطن أفكاري، لتسليط الضوء على القيمة الفنية والأدبية الكبيرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل خلال الفترة من 23 ديسمبر إلى 3 يناير المقبل في قصر حطين بمدينة الرياض. ومن المتوقع أن يكون المعرض وجهة جاذبة لعشاق الثقافة والفنون من المملكة وخارجها، لما يقدمه من فرصة مميزة في استكشاف إرث الأمير خالد الفيصل والتعرف على مساهماته الإبداعية في عالم الفن والأدب. عقد اليوم افتراضيا الاختبار التأهيلي للأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، فيما ستكون اختبارات المرحلة الثانوية غدا السبت. ويعد الاختبار التأهيلي الخطوة الأولى لدخول عالم البرمجة التنافسية في الأولمبياد، حيث يقيس القدرات الحسابية والمنطقية لدى الطلبة عبر مستوى أولي للمرحلة المتوسطة ومستوى متقدم للمرحلة الثانوية. وافق مجلس الأمن على قرار يدعو إلى وقف إنساني عاجل وممتد وإقامة ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق. وكان ممثل الاتحاد الروسي قد طرح تعديلا على مشروع القرار في مجلس الأمن قبل التصويت مباشرة، يركز على الوقف الفوري للأعمال العدائية وتم رفضه. وصوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت. أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر أجطيلي أكد عبور 104 شاحنات معبر رفح لدعم غزة تحوي على 15 إلى 20 طنا من المساعدات، وذكر أن إجمالي ما دخل من المساعدات بلغ حوالي 2000 طن. We'll be right back.
هذا وتخطى مجموع التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 594 مليون ريال، فيما وصل عدد المتبرعين لأكثر من 1,200,000 متبرع. وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الإغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث قتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع. كما قصفت قوات الاحتلال مدينة رفح ومخيمي أنصيرات وجباليا في القطاع، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. هذا وارتفع عدد القتلى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 20,000 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. ومشاهدينا، نشرتنا مستمرة من قناة السعودية فيها أيضا. دخول فصل الشتاء فلكيا وحالة مطرية جديدة على معظم المناطق اعتبارا من اليوم. أهلا بكم وحياكم من جديد. الانقلاب الشتوي هو ظاهرة فلكية يمثل يومها أقصر نهار وأطول ليلة خلال العام، إذ سيبلغ طول الليل 13 ساعة، يصاحبها انخفاض درجات الحرارة وتقلبات جوية مختلفة. مع وصول الشمس إلى أقصى نقطة في جنوب السماء، تبدأ إحدى علامات دخول فصل الشتاء فلكيا وبداية المربعانية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء غائمة وأكثر برودة مع زيادة هطول الأمطار ونشاط في الرياح وتكون للضباب الذي يغطي بعض المرتفعات الجنوبية. ومع دخول موسم الشتاء فلكيا، توقع مركز الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية على مناطق شمال وجنوب المملكة و10 درجات على منطقة الرياض خلال الليل والصباح الباكر، فيما تستقر بين 12 و14 درجة على المناطق الشرقية والغربية. وبحسب مختصون، يمثل اليوم 22 ديسمبر أقصر نهار وأطول ليلة خلال العام، إذ سيبلغ طول الليل 13 ساعة، وستصل الشمس إلى أقصى ميل لها من ناحية الجنوب. وفي يوم الانقلاب الشتوي تلاحظ عدة عوامل، منها تأخر بزوغ الفجر وشروق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، بينما تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال العام، ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكرا. هطول أمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. بالفعل أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير خاص عن التقلبات الجوية هذا الأسبوع، وبدأت من قبل يوم أمس على الأطراف الشمالية الغربية، وذلك بظهور السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الركامية الرعدية التي هطلت منها أمطار متوسطة إلى غزيرة. حاليا يتكون حزام سحابي من الأجزاء الغربية من الشواطئ في سواحل المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة إلى مناطق وسط وشمال شرق المملكة. هذا السحاب تتخلله سحب ركامية رعدية ممطرة مشيئة الله تعالى، يصاحبها رياح قوية هابطة تثير معها بعض الأتربة والغبار لفترة محدودة، وأيضا نتوقع أن يصاحبها طول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق. هذا ورفع فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة تبوك جاهزيته استعدادا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة، تزامنا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة. وأكد مدير عام الفرع نواف العنزي الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، بالإضافة ل 27 فرقة إسعافية والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة. وإلى أخبار الرياضة، حيث تتجه الآن أنظار العالم إلى جدة التي
ونتحول مباشرة إلى هناك إلى جدة، حيث ينضم إلينا من منطقة الجماهير في جدة التاريخية مراسل أخبار السعودية الزميل خالد ربيع. أهلا بك خالد، أحييك. يعني حمى النهائي الآن في جدة، وبالتأكيد المناظر الجميلة حولك في جدة التاريخية هي بحد ذاتها جدة التاريخية جميلة، يعني يزيد جمالها هذا النهائي الكبير والمثير بين مانشستر سيتي وفلومينينزي. كيف هو الحضور؟ كيف هو الطابع جدة التاريخية في هذا النهائي المثير؟ انقل لنا الحدث. نعم، بداية أحييك عبد الله وأحيي جميع مشاهدي الأخبار نشرة الأخبار الرئيسية وقناة السعودية. بالفعل الأجواء هنا رائعة، وتوافد عدد كبير من الجماهير ومحبي كرة القدم هنا في منطقة جدة التاريخية لمتابعة هذا النهائي والكرنفال الرياضي الكبير التي تستضيفه المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينة جدة. جدة التاريخية اليوم جمعت الرياضة والثقافة والتاريخ في مكان واحد. طبعا هناك أكثر من منطقة مخصصة للجماهير في مدينة جدة، ولكن هذه المنطقة مميزة بكل التفاصيل. هناك فعاليات مصاحبة لبطولة كأس العالم للأندية هنا في جدة التاريخية، وأيضا هناك الفرق الشعبية التي تتجول بين أزقة جدة التاريخية لتعيش أجواء وتاريخ جدة في الماضي وتربطه بالحاضر. توافد جماهيري منذ ساعات المساء الأولى عندما أقيمت مباراة الأهلي المصري وأوراوا الياباني عند الساعة 5:30، أيضا تتوافد الجماهير الآن لمتابعة النهائي الكبير بين مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي. طبعا أجواء رائعة، أجواء تاريخية. الآن ما بين الشوطين سوف تقوم إحدى الفرق الشعبية عرض رقصاتها الشعبية وأيضا تصدير الثقافة السعودية للعالم كافة. طبعا خلال 10 أيام الماضية احتضنت جدة التاريخية كافة الجماهير من كافة دول العالم، ولكي تعرف العالم بثقافة المملكة العربية السعودية وبثقافة جدة. حتى شاهدنا خلال الأيام الماضية ارتداء الجماهير الأوروبية الثوب السعودي، وأيضا يتناولون القهوة السعودية، وهم يعني مبهورين بهذا الجمال التي تتميز به محافظة جدة وبالتحديد منطقة جدة التاريخية. كرنفال رياضي كبير سوف نبارك للفريق المتوج بهذه البطولة، ولكن نحن كسعوديين نبارك لوطننا ونبارك لأنفسنا نجاح صحيح. تنظيم هذه البطولة الكبيرة بالتأكيد. هو خير استثمار يعني أن تسوق تقاليدك وقيمك من خلال هذه البطولات الكبيرة أيضا، وهذه الأحداث الكبيرة التي يجتمع كثير من الجنسيات من خلالها. والرياضة بالتأكيد يعني حدث، البطولات الرياضية حدث يتابعها الجميع بالتأكيد. هي أجواء جميلة يعيشها جمهور جدة في هذه الأثناء. بعد قليل سوف يبدأ الشوط الثاني، انتهى الشوط الأول 2-0 يعني مانشستر سيتي. لكن ذكرت يعني في خلال حديثك خالد أن هناك فعاليات مرتبطة خاصة بهذه البطولة، يعني لو نتكلم عنها باختصار. اسمعني خالد، يبدو أنك لم نعم لم أي عبد الله أسمعك. نعم أيضا كما ذكرت هناك نعم. فعاليات مصاحبة. عبد الله تسمعني؟ تفضل. أيوه، أيضا هناك فعاليات مصاحبة كما تشاهدون الآن على الهواء مباشرة. إحدى الفرق الشعبية التي تعرض الرقصات الشعبية الخاصة بالمنطقة الغربية، طبعا هذه الفعالية ضمن الفعاليات المقدمة في مدينة جدة التاريخية، ويستمتع الجمهور بهذه الفعاليات. وكما ذكرت عبد الله مثل هذه الفعاليات والبطولات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هي مصدر رئيسي لتصدير الثقافة السعودية الجميلة لكافة دول العالم، ونجحت المملكة بكل تأكيد في تصدير ثقافتنا، واليوم أصبحنا
قدوة العالم وأصبحت جدة التاريخية من أجمل الوجهات السياحية لكافة أفراد دول العالم. وكان يعني كانت جدة التاريخية خير مثال للسياحة في المملكة العربية السعودية، السياحة الثقافية والسياحة التاريخية. يعني ما يميز المشهد الآن أن شاشة العرض للمباراة النهائية ترتكي على مبنى قديم في جدة التاريخية، عمر هذا المبنى قرابة 500 عام. جميل جميل، التقاطة جميلة. كل الشكر خالد ربيع مراسل أخبار السعودية من جدة التاريخية، شكرا جزيلا لك. ونبقى بالطبع في أجواء البطولة، حيث حقق فريق الأهلي المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بعد تغلبه بأربعة أهداف لهدفين على نظيره أوراوا الياباني. بهذه النتيجة حقق الأهلي المصري الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حققها في أعوام 2006 2020 2021، فيما ظفر فريق أوراوا الياباني بالمركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيقها في عام 2007. ومن جدة إلى الخبر، حيث يواصل مهرجان المأكولات البحرية الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في واجهة الخبر البحرية فعالياته التي تستمر إلى الأحد المقبل وسط مشاركة لمطاعم عالمية مختصة. إطلالة المنطقة الشرقية على الخليج العربي جعلها تشتهر بالعديد من الأطباق البحرية التي تميزها عن غيرها من المناطق، ويأتي مهرجان المأكولات البحرية لعيش تجارب جديدة أساسها خيرات البحر وعرض المأكولات المحلية والعالمية. المشاركة مثل هذه الفعاليات تعزز فكرة الموروث الثقافي الشعبي عندنا والأطباق اللي إحنا نبغى ننشرها للعالم. توثيق الأطباق هذه من هيئة فنون الطهي تعزز هويتنا السعودية داخل السعودية وخارجها. المهرجان استهدف رفع مستوى الوعي بالتراث المحلي وتعميق الارتباط بالأطباق السعودية وتوفير فرص اقتصادية تمكن الأفراد من عرض وصفاتهم البحرية المبتكرة بالطرق التقليدية. عدة أصناف أقدمها اليوم، منها أصناف شعبية ومنها أصناف بحرية. طبعاً الأصناف البحرية اللي هو الوجبة الشهيرة عندنا في الأحساء اللي هو المفلق بالشرم. الأكلة هذه أنا ابتكرتها، عبارة ميكس بحري شريم وسمك بصوص الكريمة، تقدم بصوص الكريمة. تضمن المهرجان أنشطة وفعاليات مرتبطة بالمأكولات البحرية وعروضا حية تعكس عدة ثقافات قادمة من مدن ساحلية، إضافة إلى 20 ورشة عمل لفنون الطهي والمخبوزات. أنفال الحارثي، الخبر. نشرتنا انتهت، تذكركم بأبرز ما جاء فيها. بتوجيه من سمو ولي العهد وسمو وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء البريطاني. إحباط محاولتي تهريب أكثر من 117 ألف حبة كبتاغون و6 ألاف جرام من الشبو بمنفذي البطحة والحديثة. اعتبارا من اليوم إلزام المستشارين والمحللين بالقطاع العقاري بالحصول على ترخيص وتحذير من المساس باستقرار السوق العقارية. والأنظار تتجه نحو جدة لمتابعة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وفلومينينزي. في أمان الله.